يعني عشان بنتي تفضل معايا ما اتجوزش، انما رافق في السر ماشي. مستر نديم، البوب هنا وبيقول ان عنده ميعاد. هو الحل الودي، مفيش غيره. طب وافرض ما وافقش؟ يعني شفت المسج وما ردتيش، يبقى اسمه ايه ده؟ كفايه قوي عليا المشاكل اللي انا فيها. استعد يا بطل المرحله اللي جايه بتاعتك. خدامك يا باشا. قبل ما تقعدي مع اختك اقعدي مع نفسك، شوف انت عايزه ايه. ازيك يا رنا؟ انت تعرفني؟ ان مريوم حبيبتي قررت انها تعيش معانا هنا للابد. مدام ملك اسمعي مني، القضية دي خسرانة. أنا نفسي اتفاجئت إن ما كنتش أعرف إن مريم متجوزة. بقول لكم إيه؟ أنا الموضوع ده كله كده مش عاجبني. طب نخليهم 60 ويبقوا حلال؟ 100 وأعملها لك فضيحة بجلاجة. أنا محتاج أبهر نديم فخر وأنا داخل عليهم. الكارت ده جه إمتى؟ طب يمين تلاتة أنا يكون طلاقك على إيدي. بتوطي تبوس رجلها عشان ترجع لك؟ اديتها لي يا أسامة. لا لا خالص. اوكي طيب، بقولك ايه، هكلمك تاني يا منى. طب اقفلي دلوقتي. طب يلا باي باي باي. ازيك يا رنا؟ ازي حضرتك؟ انت تعرفني؟ اعرفك طبعا، وشفتك كمان قبل كده. انا مشفتش حضرتك خالص. ده انكل نديم يا رنا. ازيك يا مستر نديم؟ مامي بتحكي لي عنك كتير. مامي بتحكي لك عني؟ مالك في مكتبها. اوكي نسي. اوكي مامي ما بتحكيليش غير عنك. بجد؟ انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. اه هنختلف بقى، انا اهلاوي. ايه ده بجد؟ اه حضرتك جيت لي المستشفى قبل كده بس انا كنت نايمه. صح صح. صحتك ازيها؟ الحمد لله. تعرف انك جميله جدا. ميرسي. جدا. مين على فكره بتقول لي كلام حلو جدا؟ كلام حلو؟ ما قلتلكيش ان انا راجل وحش يعني؟ لا خالص. خالص. هاي ملك. هاي ازيك. ازيك انت، ايه المشكله؟ تمام، لخبطه، ضرب من كل حته، مش عارفه الاقيها منين ولا منين. رنا هرجع لك. ها كي اغلبك؟ لا انا اللي هكسبك. اوكي موافق، تعالى اما نشوف مشاكل. مش كده؟ نو نو يا مودي. بليز يا مودي. لا بليز، لاين واحد بس يا بنتي. انت مش عارفه انت بتعملي ايه، تزودتيها قوي على رشا على فكره. معلش اخر مره. لا انت اصلك مش عارف هو بيعمل ايه، بيصحصحني، بيديني انرجي، بيخليني اعرف افكر واركز، وانا محتاجه اركز في كل الديتيلز بتاعت خطتنا. هو ايه اللي هتبوظ يا بنتي؟ مش الخطه اللي هتبوظ، انت اللي هتبوظي. انت معانا في الخطه دي؟ داليا يعني بتحكي لك كل حاجه ولا بتخبي عليك حاجات؟ انا ما بقتش فاهم حاجه. مش مهم تفهمي، المهم ان في حد فاهم حاجه. صح، انت صح. احب بقى يا مودي بليز. برضو تاني؟ لا مش قوي كده، ما تقفرش بقى يا بنتي. بتاع ده هيدمرك، هيضيعك. انت بجد زودتيها قوي يا رشا. يلا مودي عشان خاطري. حاضر. مش ممكن اعزلني بجد، مش واحده بتزن زي كده. امسكي. يو وين. دماغك هتقف. بليز يا مودي ما تعملش معايا الحركات دي. لما اقول لك هات لاين هات لاين. يا بنتي انا خايف عليكي. خايف عليا بتاعي؟ انت هتحبني؟ هو لازم احبك يعني عشان اخاف عليكي؟ تعرف انا عمري ما حد حبني بكده، ولا انا كمان عمري ما حبيتها. عمري ما انبسطت، عشت حياتي بالطول وبالعرض، عملت كل اللي نفسي فيه. بس تيجي دلوقتي تقول لي انت سعيده ولا لا؟ هقول لك لا. طب انت ليه ما حبيتيش جوزك؟ عشان ايه؟ تاني واخد الدنيا جد قوي،
كل اللي شغله منظره قدام الناس. قعدت اقول له فك شويه، خلينا نتجنن وننبسط، بلاش الجو الكلاسيكي الرخم اللي انت متمسك بيه ده. بس مفيش، كنت بقول من هنا وهو بيسمع من هنا ويخرج من هنا. طب انا عايز افهم حاجه، يعني انت ما حبيتهوش اصلا، اتجوزتيه ليه؟ هات سيجاره وانا اقول لك. طلبات طلبات طلبات. اتفضلي. لانه كان فرصه بالنسبه لي، كان هيخليني من مجرد سكرتيره لصاحبه ايجنسي. بس انا كمان كنت فرصه بالنسبه له، انا كنت سكرتيره الراجل اللي خلاه من نديم هاشم لنديم بيه فخري. لا ده الموضوع كبير قوي ولازم افهمه بقى. فاهمين بقى، انت عايز تفهم كل حاجه كده مره واحده؟ اهدى عليا. انت مستني حد؟ اه ده ميعاد الكلاينت بتاعتي. اقول لك ايه، يلا. يا فكرتني بالشغل. لا شغل ايه؟ تعالى. صدق ان مراتي قفل الوكاله. لا يا شيخ بجد؟ وانت ليه عايزني امشي يعني؟ ايه المشكله لما اقعد معاك؟ يعني ايه بس؟ لما اقول لك هات لاين تجيب لاين على طول. حاضر. ما تصعش عشان هبقى شايفاك. لا حاضر، خشي بقى. هاي. هاي، ازيك؟ معلش كنت في الحمام بس. ولا يهمك. هاو ار يو؟ هاي. Have a seat. Thank you. ايه ده، انت معاك حد هنا ولا ايه؟ لا حد ايه، مفيش حد خالص. Everything is totally peace. انا كئيبة صح؟ قول قول ما تتكسفش، ما انا عارفة نفسي. طب والمصحف؟ انا كئيبة والمشاكل ورايا ورايا مش راضية تسيبني. ايه العبط اللي انا بسمعه؟ مش معقول يا نديم كل ما اشوفك اكلمك في مشاكل وانت تقول لي علي عوض. بقول لك ما تفكك مني، سيبني. انا لو مكانك هعمل كده. انت ذنبك ايه كل ما اشوفك اكلمك في مشاكل؟ وانت عندك اللي مكفيك، مش ناقصاني انا. خلصتي؟ لا لسه. طيب انا سامع. نديم انا حبيتك، اه بس انا مش هخلي حبي ده ياثر على علاقتي ببنتي. لو موضوع رنا ده ما ظبطش وحسيت انها ممكن تتاخد مني، انا اسفه. مش هينفع نكمل مع بعض. مفيش مخلوق في العالم هيجرؤ ياخدها منك، وطول ما انا موجود ما تقلقيش من اي حاجه، ومش عايز اشوف دموعك دي تاني. ها يعني مع انك بتبقي زي القمر وانت بتعيطي. قالت لك ايه الست بتاعت الضرايب؟ قالت لي انت حلاوتك طحينيه ولا طبيعيه؟ طحينيه بس؟ ده انت كل الحلويات مع بعض. عندك ايه بكره؟ مفيش. لا عندك، انا عامل ايفنت كبير في بيت اللي في القطاميه عشان بمضي عقد جديد، وحابب تكوني موجوده عشان نسافر بقى ال 12. اعدي عليك بكره اخدك معايا وندخل مع بعض عشان اللي ما اتكلمش يتكلم. اوكي؟ مش قلت لك انك مش لوحدك؟ يا حبيبتي انا مش فظيعه، مش ممكن لوحدي والله. امسكي. بكرة بقى جهز لي 5 من دول. دن، اوكي. فين الكاش؟ جاي. ايوه كده. ماشي. Tomorrow. دن. مساء الفل يا باشا.
ده العنوان بتاع الست اللي هتعرفك رشا هانم فين. ده إذا ما كانتش هربانة عندها شخصية. لو في المريخ بعون الله هنجيبها يا باشا. تلاقيها وتحطها في المخزن اللي كانت فيه قبل عماد ما يهرب. هيحصل يا باشا. عملت مع مراته اللي قلت لك عليه؟ اطمن يا باشا. أوامر سعادتك بتتنفس في التو وفي اللحظة. الولية دلوقتي زمانها مروشة من التليفونات اللي جات لها. واحد وحلف لها إنه شاف القط في العراق. والتاني قال لها إنه مقبوض عليه. وأنا بعون الله بكرة أروح لها بحكاية جديدة خالص. قول لها إنه ضحك على بنت من الصعيد وإن أهلها عرفوا وإنك شاكك يا إما خطفوه يا إما قتلوه رموه في الصحراء. تمام يا باشا. توكل على الله. خد بالك ما عندكش فرصة تغلط، أنت شفت بنفسك الغلطة معايا ملهاش علاج. سلام يا باشا. في ايه؟ انت مش هتبطل وساخه صح؟ وساخه ايه؟ انت دخلتي هنا ازاي وعايزه مني ايه؟ عايزه اقتلك عشان اخلص البشريه منك. وتخلصي البشريه مني ليه وحد اشتكى لك؟ استهدي بالله. طيب شاهد على روحك. طبعا انا مش متوضي، انا مش عندي ذنوب كتير، هروح الدار والله هروح كده النار. مش هتنضف يا ليسي. مش سيبك من ليسي دلوقتي، انت ما تضيعيش مستقبلك عشان واحد تافه زيي خالص. ما هو التافه ده قاعد بيلعب بمستقبلي. لا 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 طيش طيش طيش. وبعدين انت من بسان السلطانيه قبل كده. هقتلك وهتتأيد ضد مجهول. ابوس ايدك اديني فوق. طب ابوس ايدك كده. ابعد. طب حاضر انا بعيد. خليك ورا. عايز ايه من نديم يا واطي؟ نديم فخري مين؟ ما اعرفش حد اسمه نديم فخري اصلا. انا نسيت نديم فخري ده. نديم اللي انت بتشمشم وراه زي الكلب. زي الكلب؟ اديك قلت زي الكلب، حد يمشي ورا كلب. وبعدين نديم فخري ده لو عايز اوصل له يعني، ما انا معايا التليفون وكنت بعت له مسج وحكيت له القصه كلها. عشان غبي وغلبان. والله العظيم انا غلبان، انا لوك 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 بس، لكن افهم ما بعملش حاجه. وانا انه مش غلبان، كنت مشيت وراك لغايه ما اديتني خازوق. عشان واطي وتستاهل. معلش. طب سامحيني والله العظيم انا يعني، وبعد البتاع ده والله انا عامل كل اللي انت عايزاه، بس بعد البتاع ده عني بانا تهددني بميه النار. معلش معلش. عيل عبيط عيل عبيط. هنمشي ورا وتسرق تليفوناتي؟ انا مستعد اعمل لك اي حاجه والنبي الا تقتلني من النبي. طب انا هديك فرصه تثبت بيها انك راجل يا مره. ما انا مره انا مره بس اعمل لك اللي انت عايزاه. والله اعمل لك اللي انت عايزاه. تشيلني وتشيل اختي من دماغي، ونديم فخري ده ما تقربش ناحيته. حاضر. ولو عرفت انك بعت حد من طرفك يقول له كلمة كده ولا كده، وحياة بنتي لسفرك فوق. لا انا ما بحبش السفر، ما بحبش السفر، انا ما بحبش السفر. طب خد التقيله روح خالتك، انا رجعت الفيديو، تحب اوريه لك؟ لا شفته كتير، شفته كتير، مش هشوفه والله ما هشوفه. ورقه طلاق اختي توصل لها؟ لا والله العظيم هبعت لها ورقه الطلاق. طلاق طلاق. وحياة بنتي لشيعك. اعمل كل اللي انت عايزاه. انا هعتبر انك مت يا ليسي، بس لو ظهرت في حياتي تاني انا مش هسلم الفيديو للبوليس. لا انا هقتلك بايدي. لا ليسي مات، ليسي مات خلاص. ليسي مات. انسي ليسي ده بلا في حياتك ولا حياتك ولا اي حد. والله ليسي مات الله يطلع رحمه. كمل نوم. لا انام ايه في حالة دلوقتي؟ نام. لا انا انام انا انام. حاضر. ليسي نام. ليسي نام. يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل ونهارنا فل نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح
نهارنا فل ونهارنا فل نهارنا فل يا صباح الفل يا صباح الياسمين يا صباح البنفسج يا صباح الورد البلدي المفتح على اخره يا صباح النعناع. قولي لي يا مريم انت بتحبي النعناع؟ بس تاهت والاله ولا يهمك، ان شاء الله بعد ما تفطري هعمل لك كوبايه شاي بالنعناع اللي هي وبعون الله بعون الله بعون الله كوباية الشاي دي بقى اللي هتسلك لي بزورك وتخليك تنطقي. حكيمانا نفسي قوي نفسي ومنى عيني يا حبيبة قلبي اسمع صوتك، والله نفسي نفسي اسمع اللي جواكي، اكيد اكيد انت مليانة حاجات ومعبية كتير قوي نفسي اسمعها، نفسي تشوفك شايلة ايه يا مريم، نفسي اشوفك. ايه يا حبيبتي؟ طارق طارق ما موجود يا يعني طارق طارق تعالى يا مريم عاوزاك. طنط نادية دي مسكينة نزلت من الفجر عشان خاطر عيونك. ايوه عشان خاطر عيونك انت راحت تجيب لك اللي هتخلي الراجل اللي انت متجوزاه يهدى يجي زحف على ركبه يقول لك طلباتك اوامر. تضحكي؟ هتشوفي هتشوفي اصبري وهتشوفي. مش انا قلت لك هطلقك وحياتك انت لا طلقك؟ هيحصل يعني هيحصل، ومش كده وبس، لا ده انا كمان هجيب لك فلوسك اللي ورثتيها عن المرحوم ابوكي كلها على داي المليم، ان شاء الله حتى احبس لك اختك. لو وصل الامر ان انا احبسها احبسها، ومش كده وبس، لا ده انا هفضحهالك قدام الراجل اللي ناوي تتجوزه ده وافركش لها الجوازه. ايه رايك؟ افركش لها الجوازه؟ عيني غالي والطلب رخيص، ده اسهل حاجه في الدنيا ان انا افركش لها الجوازه. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا مريم؟ بتعمل ايه ده كله؟ بلبس نازل الشغل. شغل؟ يا ابني انت كل ما تشوف خلقيه تقول لي نازل شغل شغل، انا نفسي اعرف بتشتغل ايه انت؟ وبعدين انت في ايه عاوز تقول ايه؟ احب اسيب لك الشغل ده واقعد لك في البيت. هتقعد جنب امك؟ اقعد جنب امي. هيبقى عندي اتنين ماما. اتنين ماما. لا يا حبيبي استحمل. لا يا ماما واحده قوي قوي. روح. بس انت ما قريتش الجرايد النهارده؟ لا جرايد النهارده فيها ايه؟ النهارده اجازه يا حبيبي. النهارده اجازه؟ ده بأمارة ايه ان شاء الله؟ بأمارة ان مريوم عندنا. امال ايه؟ شفت بقى؟ يلا اقعد اقعد. يلا يا حبيبتي عادي. يا ابني يا ابني خليك جنتلمان اسحب الكورس كده اقول لها اتفضلي اتفضلي يا مريم. ايوه ما اعرفش يبقى جنتلمان ابدا. يلا حلو مد ايدك بالهنا والشفا حبيبتي. يلا هروح انا بعمل لكم الشاي. لا لا يا بنتي لا والله والله ما انت قايمه يا سلم ولدك الزعم اعمل لبنتي حبيبتي النور عينيا من جوه الشاي بايديا. يلا اعمل لك الشاي وكلها وكلها ما تبقاش ايه. حاضر وكلها. حاضر وكلها. حاضر. يلا حبيبتي خدي خدي الاسطوانه دي اسمعيها وبعدين كليها. يلا وكلها وكلها يا حيله. هاكلها يا حلو الصبح يا حلو التوم يا حلو الصبح نهارنا فين. فكرتي في اللي قلت لك عليه امبارح؟ فكرتي في اللي قلت لك عليه امبارح؟ ليه؟ 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 اسمعي كلامي اقعدي هنا مفيش مشاكل بس اختك حل اللي بينك وبين اختك ما تسمعيش كلام حد. شكرا. مريم لو دي ملك لو سمحتي ردي عليها. مريم سكرك مريم سكرك ايه يا مريم؟ الله مريم الله 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 في ايه يعني انت يا طارق؟ طارق انت عملت لها ايه؟ قلت لها ايه شقلب كيانها على الصبح؟ انا لا قلت ولا عد. امال ايه اللي حصل لها؟ جات لها مسج على موبايلها قريتها عملت زي ما انت شفت كده. خش اسالها. مسج؟ مسج. يا ترى من مين المسج دي؟ Thank you.
كله تمام سعادتك. مش عايز غلط. دي أول مرة حضرتك تعتمد عليا في حاجة، وهتشوف أنا قدها ولا لأ. فين أميرة؟ مشيت من بدري عشان تجهز الحفلة بالليل، وسابت لسعادتك الظرف ده. طب اتفضل أنت. معتمد عليك. إن شاء الله. أيوه لقيتها؟ طب خليك ورا داليا دي، هتوصلك لمدام رشا. اسمع اللي بقولك عليه من سكات. مع السلامة. نفسك تبدي ايه؟ دكتورة. دكتورة ايه؟ دكتورة اطفال. اشمعنى الاطفال؟ عشان الحاجات التانية ما بحبهاش. ايه الحاجات التانية دي اللي ما بتحبهاش؟ الدكتورات التانية. الدكتورات التانية؟ يعني انت نفسك يبقى عندك مستشفى كده زي عمك مفيد؟ ده ايه ده؟ باصي. باصي ايه؟ هو انت راشقه في اي حاجه راكبه على اي موتوسيكل؟ يا عم باصي واخلص. خدي. دي بشعة. شفتي بقى؟ خليها 10. لا والله يا نهار اسود. انت فظيعه. امسك. مش عايزه. احسن. بقول لك ايه؟ ما تكلمني شويه عن نفسك. اعتبر معاك المايك كده 20 دقيقة. 20 دقيقة؟ ليه؟ كتير؟ أنا لو كلمت عن نفسي صراحة محتاج مثلاً 20 حلقة. محتاج حاجة زي جيم اوف ثرونز كده، مسلسل كبير، أو ليالي الحلمية كده 4-5 أجزاء كده أقعد أقول بقى. يا سلام، ده أنت تلاقي حياتك فاضية، مش محتاجة 2 دقيقة أصلاً. لا والله، أنت شايفة كده يعني؟ صراحة لا خالص. انت عندك كم سنة؟ يعني في البطاقة ولا في الحياة عادي؟ الفلسفة الأوفر دي ما تخلص. لا بجد بجد، بصي ركزي كده، فكري فيها كده. البني آدم بيبقى ليه سن في البطاقة، بس ملوش أي علاقة باللي شافه. يعني أنا اللي شفته يديني مثلا 75 سنة، بس في البطاقة 35. راح عليا عشان مخي على قدي، كنت بدبلر السنة في 2 سنين وساعات في 4. فاشلة يعني. بصي بقى سيد، أنا بقى كنت ناجح جدا في حياتي. تخيلي أنا خريج إيه؟ AUC. أنت خريج AUC؟ وأنا شكلي بيئة أوي كده يعني؟ مش أوي، بس ما تجيبش AUC خالص. لا AUC، وكنت ستريت إيز يعني، كل حاجة على امتياز يعني في كل حاجة. كنت جامد جدا في الجامعه والله، كنت من الناس يعني اللي بغشش العيال كلها. وبعدين ايه اللي حصل؟ ما بقتش اي حاجه، بقيت عادي تمام زي ما انت شايفه كده. هو انت ما بتخرجش من هنا ابدا؟ وبعدين ايه حكايه الموبايل اللي مش معاك دي؟ ده موضوع كبير قوي. طب ما تحكي، ما احنا عندنا وقت يعني، قدامك 20 دقيقه. هو انا عارف اقول حاجه؟ انا كل ما اتكلم تنط في بقي. يلا. بصي انا ابويا كان في السعوديه. انا ورث. انت هتحكي لي من اول ابوك؟ شفتي؟ مش هقول. عنك كمل. ابويا كان مقاول كبير قوي في السعوديه. كان بيعمل كل بيوت الامراء والناس الكبيره والتقيله قوي في السعوديه، عمل فلوس كتير قوي. امي جت ضحكت عليه، خدت كل الفلوس وهربت مع واحد واتجوزته. قوم ايه بقى؟ قوم انا كنت الفتره دي داخل يعني لسه في الجامعه وبتاع، وقمت قلت اطلع على امريكا. سافرت. كنت كرهتهم هما الاثنين خالص، ولا طايق ابويا ولا طايق امي، بس كنت عمال اسحب منهم فلوس بشكل عبيط.
عامل اتدلع على دي شويه اتدلع على ده شويه اقعد اسحب في فلوس وانا في امريكا. لحد ما حصل ايه بقى؟ فجاه ابويا توفى فجاه في نفس اللحظه سبحان الله وفي نفس السنه. امي الراجل ضحك عليها خد كل فلوسها وفجاه بقيت على حديده خالص بقى مفيش اي حاجه من واحد في ماسترز وماس كوميونيكيشن وبتاع لتحت الارض اندر جراوند مفيش. اشتغلت كل حاجه ويتر بغسل مواعين صحون بنزينه كله لحد ما اشتغلت مع واحد امريكاني من اصل لبناني عنده عزبه كده كبيره قوي تكساس واشتغلت عنده سواق على عربيه نقل وقعدت انقل بضائع وحاجات لحد ما ظهر لي واحد من ورا كده اصمت نيجر يعني والراجل ده كان كارهني جدا مش عارف ليه وكان بيحط مخدرات هو اصلا طلع كوك ديلر انا ما كنتش اعرف كان بيحط بقى مخدرات في العربيه والله انت قبض عليك انت شفت فيلم ده قبل كده؟ لا ما تقولش ده بجد ده ولا ايه؟ اكيد بجد ما يعني بنخع هو بعدين؟ مفيش اتمسكت واتسجنت في امريكا بقول لك انا شفت امريكا من تحت بقى بجد وبعدين؟ مفيش بقى وقفت جنبي بنت مرات الراجل سبحان الله ربنا وقفها لي جنبي الصراحه وقعدت يعني قعدت وانا في السجن تظبطني وبتاع دفعت لي الكفاله والمحامي والحاجات وكمان اشتريت لي تذكره طيران وشحنتني على مصر. اوكي قصه طويله كانت فعلا عايزه بقى صح بصي احنا قعدنا نرغي كتير ونسينا فين داليا؟ زمانها جاي تستعجلش طب هاتي مش كانت وحشه دي؟ بقول لك ايه يا ناديه؟ ناديه اسمعيني بقى كويس وركزي معايا. الحوار اللي انت عاوزاه ده مش هينفع بالنهار ابدا ابدا ابدا. من غير ليه؟ الدنيا زحمه هنا قوي والناس رايحه جايه هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه الراجل اللي بيعمله الراجل المجنون ده؟ هيرشوا ميه على عتبة الباب ليه؟ ايوه طبعا هيقولوا كده. ايه؟ الشيخ وهبه ماله؟ مصمم تبقى بالنهار؟ طب ويجرى ايه لو رشينا المايه دي بالليل؟ يا ناديه بالليل احسن الدنيا هتبقى طراوه والمايه هتفضل كتير مش هتنشف بسرعه صدقيني. مصر على كده؟ طيب طيب يا ناديه طيب روحي انت دلوقتي وانا هكلمك بعدين لما الدنيا تهدى شويه. مع السلامه. انا اتعامل معايا الصح. لا بصراحه انا اتبهدلت يعني حقيقه انا اتبهدلت. انت لو تكون صريح معايا وتقول لي قصه الفيديو ده انا هعرف اساعدك. فيديو يا ابني انا جبت سيره فيديو. امال هي جات لك ليه؟ جات لي لقيتني داخل على الراجل اللي اسمه نديم فخر ده قلت اما تسكني قبل ما ادخل عليه. طب ليه كده يا معلم ضيعت مني النصبايه ده انا مزوق. بس يا عم بس خلاص بس في ايه راجل تنفيت انت عبيط ولا ايه؟ اه استا بدر عملت ايه؟ تمام يا استاذ ركبت لك كالون ست تكات الماني يا استاذ الاصلي. اي خدمه ثانيه يا استاذ؟ ست تكات بحالهم؟ ايوه يا استاذ وادي المفاتيح كمان اهي. زي الفل والله. اي خدمه تاني؟ طب حسابك كام؟ حسابي ما تخلي علينا المره دي يا استاذ. يلا احسن اتكل على الله. لا 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 انا عايز 450 جنيه يا استاذ. 450 جنيه وانت مركب ايه كلام ب 450؟ انت بتستعبط؟ هم 250 جنيه مفيش غيرها. هات 200 جنيه شوف 200 جنيه معاك. تاخد 50؟ خد معيش غيرهم على طول كده مقلبني. 250 من 450 جنيه يا استاذ. خد احمد ربنا انا معاك 250 جنيه. ماشي انا اللي غلطان اللي جيت لكم هنا. ماشي انا اللي غلطان. والله انا اللي غلطان اديلك فلوس اصلا. ماشي ده انت حاج. ايه ده؟ ايه ده؟ الراجل ده اللي جابه هنا.
الراجل ده اللي جابه هنا. هو انت متاكد ان ده عمها؟ ايوه يا عم متاكد ان هو عمها. بقول لك ايه، اللي شكلهم بيراقبوك وبيدبروا لك حاجه. والله العظيم؟ اه والله. كنت ناقصه ده كمان. تعالى يا عم. غلطة وصلحتها. طيب يا ريت تكون رجعت عن اللي في دماغك وبلاش محاكم وفضايح. في الحقيقة أنا طلقتها. طلقتها؟ أيوة. كان لازم يحصل من زمان. أنا عمري ما حبيتها. ما كانش في بينا أي مشاعر. عشان كده أنا كنت متفق معاها إن إحنا نأجل موضوع الخلفة شوية. لأني كنت متأكد إن في يوم من الأيام هقولها لأ، خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. طب وكنت اتجوزتها ليه؟ ولا تكونش بتغزني؟ عشان ارد لك الالم اللي انت اديتهولي. اصرارك على الطلاق كان بيذبحني. عارفه احساس انك تبقي عايزه حد وهو مش عايزك؟ احساس قاتل. طب ما انا كمان يمكن كنت بصلح غلطه. يمكن تكوني هترتكبي غلطه افظع بجوازك من نديم فخري. راجع نفسك يا ملك، ويا ريت تحطي رنا قدامك قبل ما تاخدي اي خطوه.